السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله بخير. بعد حضرتك بس يعني هصل لحضرتك في دقيقة بس يعني حضرتك ما تستعجلش عليها. اتفضل. ماشي. أنا حضرتك كان عندي وسواس قهري في الوضوء والجنابة والصلاة من فترة من بدري من زمان يعني وأنا صغير. ومن فترة حصل من سنتين كان بيجيلي أفكار إن أنا بطلق زوجتي وكده وكنت بردد بلساني. أنت مريض ولك حكم خاص. طيب فكنت برد بس سمعت حضرتك فيديوهات من سنتين وتوقفت عن الموضوع. يعني من سنتين سمعت حضرتك فيديوهات عن الوسواس القهري يمكن إن حاجات ما كنتش عارف إن في وسواس قهري في على العموم ما زلت أقول لك أنت مريض ويستفتى في شأنك الأطباء مع المشايخ. شكرا لك.